السلام عليكم. أغلب جمهور الشعر الشعبي يقولون أحمد الفيصلي قلد علي المنصوري بالزي العربي. هسايا زينة، هاي زينة. هواي من الناس إنه يقول لك يقولون أحمد الفيصلي قلد الشاعر علي المنصوري بالزي اللي هو العقاب. بداية تحياتي لأبو الأكبر، تحياتي شاعر وإنسان وكله طيب. أما موضوع التقليد، أعتقد هذا زيي وزي أهلي، وقبل لا أدخل للشعر أنا لابس العقال. أنا أهلي شيوخ أبو محمد، ومعروفين. ما أريد أحكي بهذا الكلام، بس ردا على هذا الموضوع، هو أنا كبير أبوي، والناس تعرف عاداتنا وتقاليدنا، من نطلع بفاتحة أطلع بمناسبة عرس أو فاتحة وما ألبس عقال يحاكوني، يقول لازم تلبس. طيب مو انت لبسته قبل ال طيب قبل بداية الشعر. بدايتك من بديت كشعر كنت لابسه؟ لا، بدايات ما ألبسه على المنصة، بس أنا لبسته جوز سعد محمد الحسن فاضل غضبان وعبد الله منشد وأنا لابس العقال بالعمارة. إيه، وبكرار تحياتنا لسعد المحمداوي أيضا، تحياتنا لكل الأسماء. فمن والله يرحم سعد محمد الحسن، وتحياتي لأبو الأكبر، رجال العقال يلوق له ويخبل عليه، ورجال هو من قبيلة بني منصور إله ولهله. يعني أنت ما مقلد على المنصور؟ أنت شو تقول؟ أنا جاي أسألك. لا أكيد ما مقلد، يعني أقلد بمن هو زي، شلون أقلد؟ هسه كل العراقي يلبس عقال، يعني يقلد من؟ خبون أنا بالنسبة لا، أقلد العراق، العراق هو العقال. شلون العرق ولا العقال؟ عقال تاج. العقال هذا كاسم يختلف، بس احنا ك نعم كعقال عقال لا، من سابق المستحيلات. يعني العقال انت لابسه من قبل وما مقلد على المنصور؟ لا اكيد اكيد. تحياتي تحياتنا لأبو الأكبر والأخو. تحياتي ايضا لك احمد، لانه انت الله يعزك شيخ، واعرف اصلك وفصلك كلك. طيب